بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني الكرام، أهلا وسهلا بكم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أتمنى والله تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا ويسهل على كل واحد ويسخر ربي أي إنسان في حياته. أعزائي الكرام، معكم جمال كالعادة الجديد، ولو غير بأمور بسيطة، يعني كنوصلوا هذه الفكرة بأمور بسيطة. نتمنى الله سبحانه وتعالى تقبلوا منا هذه الفيديوهات في هذا الشهر رمضان، لأن ما كنديبلاصاوش، شوية صعيب باش غادي نديبلاصاو، غادي نوجدوا إن شاء الله مور عيد الفطر. أعزائي الكرام، غادي نعرض عليكم واحد العقار في مدينة تمارة، وتمارة الله يهدي الناس ديال تمارة والمسؤولين ديال تمارة، يرفوا شوية ويرطبوا شوية في ديك الأثمنة اللي دايرين تما، راه داكشي كيضر في الخاطر فعلا. راه كل عقار عنده ثمنه، وكل عقار عنده إصلاحه وعنده فينيسيون ديالو، ولكن راه شي حاجة تما قد كتزيد فوق القياس شوية. على كل حال، هذا كتنبيه وصافي. نتمنى الله سبحانه وتعالى كل واحد يسهل عليه شي عقار. أعزائي الكرام، ما تنساش أختي الكريمة أخي الكريم اشتراك على القناة، تفعيل الجرس، لايك، شي كومونتير زوين، قول الله يسخر، قول الله يبارك باش يوصلك الجديد ديالنا. حنايا حنا كنديروا اي شي حاجه، كنوصلوا واحد الفكره اللي هي بسيطه اللي هي زوينه كنوصلوها للناس. حنا ما كنديروا تفاهه ما والو، حنا كيتفرجوا فينا الناس اللي هما مكبدين الهم ديال العقار لوليداتهم، هذا هو اللي كاين. هما الشباب الله يهديه، وداك الشيء راه تابع عايش في عالم اخر. كاين بعض الشباب تبارك الله ما شاء الله، كاين بعض الشباب اللي من 23 سنة 25 27 سنة شراو أراضي فلاحية وناضوا وشمروا على دراعهم وداروا فلاحة وداروا دجاج وداروا البقر وداروا الغلم، وشباب تبارك الله ما شاء الله، وكنعطيهم تحية، خدينا لهم أرض وقفنا معاهم ووصلوا تبارك الله دابا خدامين سمر شبية مزيان، خدامين مرتاحين، مزرعة ديالهم. وكاين الناس اللي والديهم اللي عاونوهم اللي هما عطاهم ديك الفكرة ديال الفلاحة، لأن الفلاحة راه ما كتموتش، راه كلشي يوقف، راه كلشي يوقف، راه الطائرات الناس بيلوطات اللي كانوا معانا راه عمر قال لك ما تقراو ولا توقعوا بان الطيران يوقف، كل الفلاح ما وقفش، راه ممكنش ما تاكلش، ما يمكنش ما تاكلش، مستحيل من المستحيلات ما تاكلش. يعني يمكن لك راه انت حنا شفنا هاد الجائحه، الله يرزع علينا الجائحه هذه، شنو اللي وقع اللي هو تغير في العالم هادشي هذا. نتمنى الله سبحانه وتعالى يشفي مرضانا ويحد ربي الباس من هذا المرض، وإنسان ياخذ الاحتياط ديالو وما يقولش ما كاينش، راه كاين، ولكن الانسان يدير الاحتياط ديالو، الشافي هو الله سبحانه وتعالى. عشان كنديروا الاسباب والكمال على الله. اعزائي الكرام، هاد الدار حره في تماره في مرسى الخير، فيها 70 متر محفظه ار بلس 1، الثمن ديالها جد مناسب، الثمن ديالها جد مناسب ممتازه. الثمن ديال الحقيقه الثمن ديال الابارطمون اللي كاينه في تمارة، هذه دار فيها التحت وفيها الفوق وفيها الفوق ومشمشه مزيان ومصلوحه مزيان. انسان باغي يبيع دار الثمن معقول والثمن قابل للتفاوض، دائما كما كنقولها اعزائي الكرام، دائما قابل للتفاوض، كلام الله لا يناقش، اما كلام البشر حنا كيتناقش الكلام ديالنا مهما كان نوعنا. على كل حال، ما نطولش عليكم اعزائي الكرام، نشوف الفيديو حتى الاخر، ونك الساعات اللي مهتم واللي هو الامور ديالو مهتم بها يعيط في التليفون، راه كندير دايرين الرقم ديال التليفون، ما شادلوش التليفون او صونا لقى التليفون العلبه الصوتيه او لقى التليفون غير مشغل، راه الله يحسن العون حتى حنا عذرونا، راه كيكون بعض المرات الضغط على الهاتف، بعض المرات كيكون وقت، يعني هذا هو اللي كاين، امور معروفه، يخلي ربما عيط المره الاولى والثانيه والثالثه ما توفقش، خلي واحد الميساج في الواتساب، واكيد حنا غادي نرجعوا غنتصلوا به عادي، ما فيها حتى شي اشكال، خلي واتساب، لان التليفون صعيب باش تقاوم، لان كيكون عيط بزاف وصعيب، وكنعتذر اللي ما جاوبناش، ولكن يحاول يتعاون معنا، يحاول يتعاون معنا بالاتصال، وغادي عيطوا له ولا يخليوا الواتساب ميساج على الواتساب، وغادي نشرحوا له الامور كامله، ويوقف وسط الدار مع مول الدار ويناقش الثمن ديالو ويقرا الوريقات ديالو، والله يسهل الامور للجميع. اعزائي الكرام، ما نطولش عليكم، خليكم تشوفوا الفيديو،
واللي يبغى يدير الزياره ديالو لعين المكان اهلا وسهلا به ومرحبا به في كل وقت وفي كل ساعه. طبعا يكون موعد وكل واحد يحترم الموعد ديالو. وصحة فطركم وتحياتي لكم والله يوفق الامور للجميع.